ما دمنا بنتكلم على نجيب محفوظ، كان نجيب محفوظ قال رأي، قال أنا لو ما كنتش كتبت الحرافيش كنتش حسيت إني كتبت. النهاردة لو طرحت السؤال ده عليك، إيه أكتر يعني فيلم حسيت إن هو ده، ده أنت، ده يعني الاكتمال زي ما بيقولوا؟ لا ده أنا ولا الاكتمال؟ طب الاتنين، ناخد ده وده. هو اكتر حد بيعبر عني بشكل شخصي قوي 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 هو فيلم ضد الحكومه، يعني ضد الحكومه اللي حصل للواقع المصري واللي حصل للمجتمع المصري واللي حصل للشخصيه دي. يعني انا كنت عايشه قوي قوي، كنت حابه قوي قوي. فيما عدا ذلك افلامي معظمها كلها يعني ببقى جزء مني، يعني في ساعات افلام ما احبهاش وانساها، وفي افلام انا بحبها وعيشها، عايشها لان فيها جزء مني، فيها جزء من حياتي يعني ومن مشاعري ومن، بس اللي انا بحبه قوي قوي ضد الحكومه وموعد العشاء والحريف وسواق الاتوبيس طبعا. يعني اعتقد ان كان في ارتباط قوي جدا مع عاطف الطيب الله يرحمه. قوي اه، كنا اصدقاء اخوات يعني، يعني زي الاخوات بالظبط، يعني الاخوات الكويسين.